السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض احلى طريقة واسهل طريقة لعمل كريمة الطهي او كريمة الطبخ بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة اي حاجة خالص، وهتعمل معانا كمية كبيرة جدا جدا جدا. وطبعا الطريقة اسهل من كده مفيش. اهي، وده الشكل اللي معانا اهو، بقت معانا بالشكل ده. قوامها بيكون زي البشاميل بس بيكون اخف شويه، طبعا زي الجاهزه ولون الجاهزه بالظبط. اهي بالشكل ده، اهي تبقى بالشكل ده معانا، طعمها جميل جدا بجد. اهي بعد كده مش هتستخدمي الجاهزه خالص. بجد طعمها حلو جدا جدا. جربي الطريقة دي، يعني حلوة 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 بجد بجد، عن تجربة يعني. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير مع بعض. يلا بينا نشوف المقادير اللي احنا هنستخدمها ايه مع بعض. اول حاجة معانا 4 كوبايات من اللبن، طبعا انا معايرة بالكوباية دي، تمام. 4 كوبايات من اللبن، معلقة كبيرة من الزبدة، 4 معالق كبار من اللبن البودر بالشكل ده، و4 معالق كبار من الدقيق، و6 قطع جبنة نستون او اي قطع مثلثات عندك، جبنة كيري عادي على حسب رغبتك. وعندي هنا علبة قشطة تكون سادة، ومعايا 1/2 معلقة من الملح. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة معايا اللبن، هنزل بيه بالشكل ده، 4 كوبايات من اللبن. بسم الله. وعليهم المعلقة الكبيرة الزبدة، وعليهم 6 قطع من الجبنة النستون او الجبنة المثلثات، وعليهم الحليب البودر او اللبن البودر، و4 معالق كبار من الدقيق بالشكل ده، و1/2 معلقة من الملح، معلقة صغيرة من الملح، 1/2 معلقة صغيرة من الملح، وعليهم علبة القشطة السادة. بالشكل ده حطيت المكونات كلها مع بعض. هبدأ أخلط كل المكونات بالشكل ده. بعد ما المكونات كلها اختلطت مع بعض بالشكل ده، ابدأ اجيب حلة فاضية اهو، وانزل بالخليط كله معايا بالشكل ده. بصوا بقى كريمي ازاي اهو، وابدأ احطه على النار، نار تكون متوسطة، وهنسيبه وهنقلبه مع بعض كده لمدة 10 دقايق بالشكل ده، طبعا مع التقليب المستمر بالشكل ده. شكلها بعد ما عدى عليه 10 دقايق على نار متوسطة، وبقى معانا الخليط بالشكل ده.
اهو. ممكن بقى انتي طبعا تستخدميه على طول. بصوا بقى معانا بالقوام ازاي اهو بالشكل ده، بصوا بيبقى عامل زي قوام البشاميل كده بس اخفف شويه اهو بالشكل ده. ممكن تستخدميه على طول، وممكن تسيبيه لما يبرد وتبدأي تعينيه في علبة تكون محكمة الغلق، تكون نظيفة وتكون مقفولة بغطا كويس، وتبدأي ان انت تعينيها في التلاجة، تحتفظي بيها في التلاجة. وبكده كريمة الطهي بقت جاهزة معانا بالشكل ده، كريمة الطبخ اهي او كريمة الطهي اهي بالشكل ده. يلا بينا نقدمها مع بعض. بسم الله اهو، بصوا القوام بتاعها عامل ازاي اهو. بصوا القوام بتاعها اهو بالشكل ده، وبكده جهزت معايا بالشكل ده. ده طبعا شكلها في الاخر بقت معانا بالشكل ده، بجد احلى من الجاهزة بكتير، واحنا عاملينها في البيت ومش مكلفة زي ما انتوا شايفين اهي، وعملت معانا كمية ما شاء الله جميلة اهي بالشكل ده. اتمنى اكون ما طولتش عليكم في الفيديو، واتمنى تكونوا استفدتوا مني في طريقة الشرح بالشكل ده. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.